نضرب أصابنا في التعديلات الدستورية اللي احنا كلنا موافقين عليها، لأنها لما خير المواطن والوطن، وتعطي الإنسان فرصة للتنمية في البلد. واحنا سعداء بأن احنا نلاقي في تعديلات دستورية لخير المواطنين. حضرتك تقول إيه للناس يا فندم؟ نعم؟ تقول إيه للناس؟ تقول لي المواطنين؟ ادعو كل الزملاء المواطنين ان هم يجوا بالموافقه على التعديلات الدستوريه، لانها لخير مصر وخير المواطن في كل نواحيها.